وهي إجازة سنوية حقيقة. ركلة زاوية، ركلة زاوية، فريق الخط راح نشوف هذه خطرة عالية عالية قوما. الكرة خابت أن تخاب الحارس، ولكن ما عدت الخط. الدليني عصفور يلعب لكرة الخط عادي ماشي او العدلي تنقطع يفرتس الحرامية وسط الملعب ماشي عدى الله انقطع تعود مرة ثانية الخط ماشي يلا انقطع تعود هذه فريق جوفنتوس تصدر الحكم القانون الجديد اسقاط القانون الاول لا الحكم جزء من الملعب قانون جديد بعد تمشي تطبق القوانين كرة القدم قوانين وهنا هنا جانبية لصالح فريق جو خطرة هذه خطرة عدة لا 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 وركب تعود مرة ثانية الوعد الصادق وفي خطأ خطأ في مكان خطير خطير جدا لصالح الفريق الوعد الصادق وتلهون يوفنتوس تسديدة أرضية بعيدة جدا وهنا خطأ راح نشوف فريق الخط انتهت على الشمال يبحث عن التقدير يلعب لك كرة من جهة اليمين يغير مسار الكرة وعمليا صناعة هجمة من فريق الخط فريق الخط تلعب كرة سريعة فريق الوعد الصادق وتنقطع وتعود للبستان البستان باللون الازرق واللعب وين بعيد اللعب وسط الملعب يا سلام عمليه خطا لصالح فريق الوحده الصادق واللعب فريق الخط الدليني مره اللعب كره سريعه يا فريق الخط الخطا للقطيف على قولة الشاعر والخط من صفواء عازوها فما أبقوا بها شبرا إلى الظهراني وينسب لها الرماح الخطية يا أستاذ ناصر وهذا الاسم اسم الحمد لله ومحمد على التراب و هنا فريق الخط و ركلة زاوية خطير نزيد الغول ما هي جهود كبيرة حقيقة تبدأ في هذه الدورة يعني اللجنة الفنية واللجنة في الملاعب واللجنة الحكام وعلاج قيادة القتال وتحكيم قيادة الأستاذ والكابتن عقيل
ويقود القافلة الكابتن كبير الأخ العزيز حيّا لاجيني لاجيني مصبر عود مرة ثانية صفان لاجيني إلا أصبر المملكة فريق ركلات الزاوية لفريق الخط ما تستفاد منها كثير حقيقة في الشوط الأول الآن خط ركلات زاوية أفضلية نسبية ولكن صراحة الكرة منطقة الجزاء جمال هذه جول جول لا 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 الكتيبة الحمراء ضاغطة ولكن بلا أهداف وهنا خطأ للبستان البستان عجيني يمرر لك كرة وراح يسدد بشماله أرضية الله تنقطع هجمة مرتدة اثنين هي واحد اثنين هي واحد جول هذه جول 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 لا 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 السلام عليك يا حارس يا فدائي الحارس يركز والحارس إذا ركز يتعب يا المهاجم وهنا الحارس مركز يا عيني عليك يا حارس يا مرمى حقيقة انفراد ولكن ركز الحارس ودقة في اللعب تمريرة لعجيني كرة طويلة إلى فريق سريع وين وصلنا لكم وعربية وفي اللعب ومقطوعة هجمة مرتدة فريق الوعد وفي اللعب وجانبية جانبية الدقائق نقدر نقول ربع الساعة الأولى من الشوط الأول أو عشر دقائق للدقة انقضت بدون أهداف وفي خطأ لصالح البستان وفي طاقة صفراء للعب الى جوفانتس بينية وتتمرر تمريرات سليمة مقطوعة هجمة مرتدة هجمة مرتدة الله لا 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 يا انقطعت يعني فرص بالجملة في المباراتين يحتاج اللعيبة يدققوا للعب وخطأ للبستان خطأ راح نشوف هذا الخطأ الخطير خطأ خطير تزيد بتجيب ركلة زاوية ركلة زاوية جانبي جانبية ركلة زاوية للبستان عالية عالية بالراس وين وين تعادل سلبي في المباراتين تعادل سلبي طبعا لا يرضي الجمهور الجمهور يريد الأهداف يوفنتوس يوفنتوس هذا خطر البستان تهدفه يوفنتوس يمرر الكابيتانو عالية عالية وحارس المرمى أقرب تلعب تعود حسن يلعب لك كرة
هنا سجاد يمرر فريق البستان احاول تمريره يا سلام وخطره خطره وزوزوته تعود لفريق الوعد السابق كره عاليه عاليه وين تنقطه ولا وهجمه مرتده سريعه ارتداد فريق الوعد يعني سريع سريع وتسديده وهنا اليوفنتوس لا زال متقدم بهدف الشوط الاول هدف مقابل لا شيء في المباراتين ماشي عده الا هذا وفي خطا خطا الحكم يطلب تنفيذ الخطا من المكان اللي صار اتلدى مالك مالك يدلوني حاول مرحبا حاول ماشي كمان فريق الخط ركلة ساوية ركلة ساوية من جهة اليسار عالية كمل يوفنتوس يوفنتوس وحارس المرمى لك لك ابيض ابيض الدموع طلع اوت ادعي الخط مقطوعه تعود ولا تزال الكره عن طريق الخط تدخل جانبيه لطريق الفستان سجاد يبحث عن زميل وتلعب تتخلص تعود علي حاول يحتفظ بالكرة مقطوعة وبين ولكن تدخل من حسن حسن والجانبية لحسن إلى سجاد وفي خطأ للبستان وفريق الخط يحاول وسيطر على الكرة حاول يعدي تمريرة في وسط الملعب وكل اللعب في منتصف فريق اليوفنتوس ويعطي دلالة معينة وركلة مرمى لصالح الكرة عالية عالية تتخلص بستان في وسط الملعب مقطوعة وماشي ماشي الله يحاول محاولات كثيرة من الفريقين من الأربع فرق الجانب سجاد الزاير سجاد راح يلعبها طويلة تلعب حماد يحاول يسيطر على الكرة سجاد وين بعيدة بعيدة كأنما هناك خطأ خطأ لصالح الفستان الخط ماشي ماشي الله 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 خطرة هذه مع سجاد الله خطأ للفستان بن حماد خطأ ومكان خطير أيضا شوف اتجاه المرمى يا سلام عليك حلو حلو ركلة زاوية ركلة زاوية الشمس ما صور دون ما فو اي فريق رامي والتوبي ما شفناه الجول رامي التوبي ما صدته الجهه الثانيه حظنه حظك لاعب الخبره طبعا فريق الخط الراس تعود فريق الخط ينظم هجمه يحاول يا سلام خطره هذه خطره وين عاليه 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 لا 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 وحارس المرمى
حارس اخضر حسان باغت القصاص كرة، ولكن ايضا فريق الوعد الصادق ارتداد سريع، عنده ارتداد ما شاء الله عليه. عادة المدربين والفرق اول ما تلعب تفكر ان ما يدخل فيها هدف، والفكرة الثانية ان يسجل هدف، وعلى خطين متوازيين ان ما يجيك هدف وانك تسجل هدف، اما واحد دون الاخر قد تكون النتائج عكسية مو صالحة. يعني التوازن بين الدفاع والهجوم هذه هي اللي تحقق المراد في العالم المستديرة. لا يا كابتن، وفي بطاقة صفراء. ايوه، احتكاك خروج عن النص فيها بطاقة الصفراء، واذا اصفرت احمرت، فما لها داعي يا كابتن، ما لها داعي انك تحصل بطاقة وتحرج فريقك. البطاقة الصفراء نتائجها صعبة، خطأ لصالح فريق البستان، خطأ وفي حوار بين الدكة والحكم، وتلعب إلى مالك يا سلام حلوة تتخلص، تعود مرة ثانية، والخط هو اللي مستحوذ، هو اللي ماسك، هو اللي واغط، ولكن بلا جدوى. النعم كرة عالية وياما فرج ركزت على الهجوم وهجمت محاولة لتعديل النتيجة، وإذا ما يسجل فيها السلام يصلح الكرة لنفسه، وكرة سريعة فريق الخط. هناك تبديل يا سلام، وتسديدة أرضية انقطع ولا تزال تتخلص. احتكاك ويحاول انقطع عليه جانبية، وهناك خطأ حوار مع حكم المباراة تتخلص، وخطأ لصالح فريق الجوفنتوس، خطأ خطير في مكان خطير في وقت حساس جدا، في اللعب عالية تتخلص بالرأس وتعود كرة سريعة بالرأس الوعد الصادق صاحب الهدف حماد الى سجاد الى حماد، حاول يعدي وجانبية كرة يكبر، وخطأ لصالح الجوفنتوس في مكان خطير جدا، وتسديد الله. يا سلام عليك يا حارس يا مرمى الحارس، وفي خطأ وخطأ أيضا خطير، كثرة الأخطاء ومبارتين من نار ومشعللة. وخطأ من حماد ويعني راح نشوف بعيد يقول كم الامكان افضل من مكان، ولكن اللاعب تفكيره كرة سريعة الجوفنتوس وحارس مرمى الخط، اللعب
سيطر على الكرة، يحاول عدى، يا سلام، وتسديده وين؟ وخلص ومحاولات حديثة خصوصا الفريق المتأخر. وين؟ بعيدة، ركلة مرمى. اتلعب الى مالك يحاول ينظم هجمة، يا سلام، تمريرات بينية مقطوعة، وكل اللعيبة في منتصف فريق الجفتس ما يؤدي، ما يدل على ان اللعب كيف من طرف واحد في الشوط على مرمى. الحفاظ على الهدف اللي سجله، والبستان ضاغط يتخلص وتعود الى البستان، وفي لمسه يد وتحب الهدف، يحاول يعدي كره سريعه وتصطدم بعد لعيبة البستان وجانبية لصالح فريق الصدر. مقطوعة لا يا شباب، ما له داعي، ما عليك يا شباب، هذا الروح الرياضية. وين ركلة مرمى عالية تتخلص، ركلة مرمى فريق كرة عالية، مالك بصدره تعود، وين تمريرة، وفريق الخط محاولات كثيرة وحثيثة أيضا، وبالرأس، وين تخلص، وفندوس هذه اللي حذرنا منها، هذه اللي قلناها إذا اصفرت احمرت. بطاقة حمراء للاعب من فريق البستان، والآن وضع البستان يعني حرج نوعا ومتأخر ويلعب ناقص، وهنا بطاقة صفراء وخطأ لصالح فريق الخط، يعني في حالة من الشد العصبي شوي، يحتاج اللعيبة يركزوا حتى لو انت خاسر، الخسارة ما تعني نهاية كل شيء، ركز عشان لا تخسر لاعب ولا تعور نفسك ولا شيء. خطيرة هذه، الله، تسديدة، يحاول ينقطع ويسيطر على الكرة، الكرة هذه كرة في القدم المجنونة، كرة طويلة، أحمد لحالة الى وليد، يحاول الى مالك، والبستان خطرة هذه فيها شيء، فيها كلام، جول، تعادل، هدف التعادل،